أكثر من 2500 لسعة عقرب وسبعة وفيات هي إحصائيات سجلتها مصالح مديرية الصحة لولاية ورقلة خلال السنة الفارطة، أرقام مخيفة جعلت القائمين على الصحة يدقون ناقوس الخطر. إثر يعني تسجيل تقريبا 2500 لسعة العام الماضي مع سبع وفيات، وتقريبا نفس الحصيلة العام اللي قبلها 2017، يعني العدد دائما في الولاية يروح ما بين 2500 إلى 3000 لسعة سنويا بمعدل سبع وفيات. العام هذا إن شاء الله، يعني هذه دعوة لكل الفاعلين، للمجتمع المدني وللسلطات المحلية ولعاملي قطاع الصحة، أن نتجندوا جميعا لمحاولة إنقاص عدد اللسعة. وضعية وجب التكفل الأمثل بها بتعزيز الوقاية وبرنامج المكافحة من خلال قافلة تحسيسية وإنشاء ملحقة معهد باستير ودورات تكوينية. أولى الإجراءات هذا العام يعني بتنظيم قافلة تحسيسية توعوية بتنسيق مع معهد باستور بالجزائر العاصمة، حيث جابت هذه القافلة بعض المدارس الابتدائية للتوعية والتحسيس حتى نتفادى لسعات العقارب خاصة يعني في المنازل وفي محيط المنازل. إذن هي إجراءات من شأنها التقليل من ضحايا التسمم العقربي بالجنوب الكبير وتجنب سيناريو السنوات الماضية.